يقول لي اهم اعداد الاكسده والعناصر المركبات. احنا لازم نعرف اعداد الاكسده والعناصر المركبات، ودي من اهم ايه، اهم الاسئله اللي تجيني. طب اعرف ازاي؟ نبص هنا، انا عندي هنا الهيدروجين والليثيوم والان ايه والكي موجب واحد، لازم نحفظهم. السي اي والام جي موجب اثنين، الالومنيوم موجب ثلاثه، الاف والهالوجينات سالب واحد، الاو سالب اثنين فيما عدا. اذا كان عندي اتش 2 او 2 يبقى الاو هنا بكام؟ بسالب واحد. واذا كان عندي او اف 2 يبقى الاو هنا بكام؟ بموجب اثنين. باقي الحالات الاو هنا بكام؟ بسالب اثنين. كم عدد اكسده اس في اس او 4 سالب اثنين؟ الاس تنزل زي ما هي، زائد انا عندي الاو سالب اثنين لانه بعيد عن الحالات الاخرى، ضرب اربعه يساوي سالب 2. يبقى انا عندي اس ناقص 8 يساوي سالب 2. تروح الاشاره هناك، يبقى الاس يساوي سالب 2 زائد 8 يبقى يساوي موجب 6. الاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون دي.